الجواز الصحي السعودي. أطلقت السعودية أول جواز صحي حول العالم عبر تطبيق توكلنا بالتعاون بين وزارة الصحة وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي. جاء التدشين كشرط الاستباقي قبل السفر من وإلى المملكة التي ستفتح حدودها بدءا من تاريخ 31 من مارس لعام 2021. يصدر الجواز السعودي اعتمادا على قاعدة بيانات وزارة الصحة لكل شخص استكمل الجرعة الثانية من لقاح فايزر بايونتك المضاد لفيروس كورونا والمعتمد دوليا من قبل هيئة الغذاء والدواء. يمكن استعراض خدمة الجواز الصحي بعد أخذ جرعتين من اللقاح عبر الدخول لتطبيق توكلنا واختيار أيقونة الجواز الصحي من القائمة الرئيسية، وسيظهر بعدها الجواز الصحي الخاص بك مرفق به كلمة محصن من فيروس كورونا. تمنح الجرعة الأولى من اللقاح مناعة للأشخاص قرابة 50% وتعطى لاحقاً الجرعة الثانية بعد 19 يوماً، وتعتبر الفئات الأكثر استحقاقاً للقاح الممارسين الصحيين ورجال الأمن بجانب المسنين ومن لديهم أمراض مزمنة مثل الربو والسكري وأمراض الكلى والقلب. تعتبر السعودية من أوائل الدول التي أطلقت الجواز الصحي، حيث تسعى دوما للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية عبر التقيد بالتدابير الوقائية بهدف الحد من انتشار الفيروس، ما أسهم في وضع السعودية ضمن أفضل دول العالم في مواجهة الجائحة وأكثرها أمانا للسفر.